السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من أيلول القادم. قتال محتدم في الخرطوم وجنوب دارفور. الدعم السريع تستهدف مستشفى علياء التخصصي في أمدرمان بالمدفعية. وإلى بحر اليابان، 5 سفن عسكرية صينية تتوجه للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا. أصدر الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ الأول من الشهر 9 لعام 2023. ويشمل الأمر الإداري الذي أصدره القائد العام للجيش والقوات المسلحة صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31 من الشهر 7 لعام 2023 ضمنا. أرسلت قوات الاحتلال الأمريكي مجددا تعزيزات إلى قاعدتها غير الشرعية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي تضمنت منظومة صواريخ هيمارس. ورجحت مصادر خاصة لقناة سما أن المنظومة كانت من ضمن التعزيزات التي دخلت من العراق في الشهر 10 من الشهر الجاري عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعروبية، لا سيما أن واشنطن نفت نقل هيمارس إلى ميليشيا قسد. هذا وكانت المقاومة الشعبية كررت استهدافها لوجود الاحتلال الأمريكي وسرقته لمقدرات السوريين من النفط والقمح. أجرى ما يسمى بالتحالف الدولي تدريبات في الحسكة شمال شرق سوريا تزامنا مع نقل تعزيزات إلى قواعده غير الشرعية في أرياف دير الزور. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في قاعدة شداد جنوبي الحسكة، بينما سيرت دوريات بتغطية مروحيات في محيط قاعدتي كونيكو والعمر، وتجولت بحماية مشددة من ميليشيا قسد في محيط القرى الممتدة بين القاعدتين على الضفة الشمالية للفرات، وذلك بعد انفجار لغم بين البصيرة وشحيل. هذا وفي مشهد معاكس من أبناء المنطقة توجه المئات من الشبان للترحيب بتعزيزات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة التي وصلت الميادين البوكمال على مدار يومين. ممارسات الاحتلال التركي في المناطق التي يسيطر عليها شمالي حلب في عفرين وريفها تزداد وحشية يوما بعد يوم، سواء من خلال بناء مستوطنات أو سلب الممتلكات الخاصة. كل ذلك دفع الأهالي للمطالبة بدخول الجيش العربي السوري وتخليصهم من الاحتلال. لم يكتفي الاحتلال التركي بفرض نفوذه اللاشرعي على مناطق شمال حلب، فتمدد ساعيا لتطبيق تغيير ديموغرافي ممنهج على حدوده مع سوريا، ولم يوفر جهدا بالضغط على أبناء ريف حلب من الأكراد السوريين لتهجيرهم من المناطق التي يقطنون بها في عفرين وريفها. نحن نازحين من أهالي عفرين وطالعين من بيوتنا، واحتلال التركي طلعونا من بيوتنا واعتقلوا شبابنا وبيقطع شجرات الزيتون وبيقتلوا شبابنا وبيقتلوا نسواننا وبيحطوا نسواننا بسجن. يعني صرنا 6 سنين احتل التركي، محتل عفرين، عفرين كله خراب ودمار. راح لي اغراض، راح لي عدة سيارة، تراكتور وما بعرف ايش بدي اقول لك، البيت كله راح. يعني هلا نحن قاعدين بالفلا، ايش بدنا من الناس؟ الجيش العربي السوري يا اخي ينقذنا، ما لنا انقاذ غيره. ما بين بناء المستوطنات وسلب الممتلكات وقطع اشجار الزيتون المعمرة التي تعتبر خزانا استراتيجيا كان يغذي معظم الجغرافيا السورية بالزيت والزيتون، ترتفع المناشدات لدخول الجيش العربي السوري وإعادة الأرض إلى أصحابها ووضع حد لكل ما سلف من ممارسات لا إنسانية بحق السوريين.
نحن نزحنا من عفرين، التركي أخذ أراضينا وأخذ بيوتنا وما خلوا شيء، ما خلوا شيء، حتى قطع أشجار، عم يقطع أشجار، أشجار يا أخي، هذا شجر عمره 50-60 سنة عم يقطع أشجار، ما عم يخلي شيء، ما عم يخلي شيء، ما خلى شيء لأهل عفرين. فإن شاء الله بدنا نرجع إلى عفرين، بدنا نرجع إن شاء الله إلى عفرين بجهود هالجيش البطل. نحن نازحين من عفرين، الاحتلال التركي أخذ بيوتنا وغرابنا وأخذ الزيتون تبعنا واستحله، وهلا نحن بنناشد الجيش العربي السوري أن يتدخل لتحرير مدينة عفرين. تسعى أنقرة جاهدة لبسط شريط حدودي تعتبره صمام أمان لها في حال انسحابها من الشمال السوري، معتبرة أن كل الأكراد هم حلفاء لقسد، ويبدو أن خيارها هو تغيير طبيعة أبناء المنطقة القاطنين في عفرين وريفها، وخيار أبناء ريف حلب هو البقاء في حضن وطنهم تحت راية الجيش العربي السوري. لقناة سما الفضائية عباس جورج، ريف حلب الشمالي. نقلت وكالة الأناضول التركية رغبة رجب طيب أردوغان الشديدة بلقاء الرئيس بشار الأسد، وذلك قبل انتقاله إلى السعودية والإمارات وقطر بحثا عن استثمارات تنقذ الاقتصاد التركي. أردوغان حاول مجددا الالتفاف على موقف دمشق الواضح باعتبار أن المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين يحتاج لإعلان أنقرة رسميا سحب قواتها المحتلة، وزعم أردوغان أن خروج قواته من شمال سوريا غير ممكن لأن أنقرة تحارب الإرهاب حسب زعمه. ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا خاصا على خلفية الحرائق الناتجة عن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، والتي قد تستمر لفترة طويلة، وذلك للاطمئنان على الجهود والاستعدادات المسبقة للتصدي لهذه الحرائق، حيث تم التأكيد على تضافر جهود كل من الشركات الإنشائية وعناصر الإطفاء والمجتمع المحلي والدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وعناصر القوات المسلحة في مواجهة الحرائق وإخمادها. وحدد المجتمعون جملة من الخطوات والإجراءات المطلوبة من جميع الوزارات والجهات المعنية لتنظيم عملية مواجهة أي حرائق قد تحدث في المناطق السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والحراجية، وسرعة التعاطي معها ومع أي إبلاغات عن حدوثها لمنع امتدادها وتطويقها، وتعزيز آليات المراقبة والإنذار وفتح المزيد من الطرق الزراعية. كما جرى التأكيد على وضع وزارة الدفاع طائرات مروحية بتصرف الجهات المعنية بإطفاء الحرائق، وتوجيه كل القطاعات العسكرية للمساهمة في إطفاء الحرائق. أخمد عناصر منظومة الإطفاء عددا كبيرا من الحرائق التي نشبت بمناطق متفرقة من محافظة اللاذقية. عشرات الحرائق أخمدها رجال النار في ريف اللاذقية خلال الأيام القليلة الماضية، واصلين الليل بالنهار. مؤخرا تم إحداث منصة الحرائق، منصة مراقبة الحرائق. هذه المنصة لديها مجموعة من المعطيات، ارتفاع درجات الحرارة، انخفاض الرطوبة النسبية، تدل أو تعطي دلالة على الفترات والمناطق الأكثر حساسية لحدوث الحرائق. وكانت هذه المناطق من أشد المناطق المتأثرة ضمن منصة الحرائق. لذلك طبعا من بداية موسم أو الموجة الحارة الاستثنائية التي بدأت منذ 10 الشهر الحالي، تم استنفار كافة الإمكانيات في مديرية الزراعة لتكون جاهزة لأي طارئ أو لأي حريق. حريق صار له كام يوم، كان من الحرائق الكبيرة نظرا للظروف الجوية وتواجده بالقرب من المجموعات الإرهابية المسلحة. طبعا الموقع اللي نحن فيه من أغنى المواقع بالتنوع الحيوي النباتي والطيور والثدييات، والحمد لله تم التعامل من الجهة الشرقية والشمالية مع هذا الحريق بطريقة كتير جيدة وسرعة واستجابة عالية، وحمى غابات الفرلوق اللي هي إلى أهمية كتير كبيرة مثل ما حكينا بموضوع التنوع الحيواني وغناها بالتنوع الحيوي بمحمية الفرلوق. ولعل الحرائق هذه المرة تحمل طابعا دقيقا وحساسا لاقترابها من خطوط التماس مع المجموعات الإرهابية المسلحة التي كان لأيديها الآثمة دور في إشعالها، كما كان لها دور في إشعال الفتنة وبذات المكان في أمس مضى. قمنا بعملية الإخماد بشكل كلي تقريبا بشكل عام بفضل
آليات مديرية الزراعة وبعض التركسات، منها بتمنها التركسات ومنها البلدوزرات ومنها الأطفائيات وشركة الأطفائيات وصواريخ التغذية، وفرق الأطفاء القامت بعملية التدخل السريع حتى إنجاز أكبر عمل من الإخماد الحريق. أول شيء تعاملنا بالمشغل كان الحريق بدايته، آخر شيء تحركت الرياح القوية وما عندنا إمكانية إلا بالماء وبالأطفاء، والحمد لله سيطرنا على كل المواقع. نحن مبسوطين بالتجمع بكل الشباب بالتعاون مع المديرية. استاذ هوني كنا احنا كل فرقه مستلمه موقع من الحريق، كل وحده مع اطفائي وموقع شو اسمه مشان اطفاء الحريق، وتم هلا شوي تبريده والحمد لله تم السيطره عليه بشكل. مساحات كبيره زراعيه وحراجيه تمكنت منظومه الاطفاء من اخمادها في خطه محكمه وفي ظروف قاسيه وطبيعه جغرافيه صعبه، وهم الرجال على اهبه الاستعداد في هذا الطقس الحار. من الحدود السورية التركية المؤقتة، باسم عباس، قناة السما الفضائية. أصيب فلسطيني واعتقل آخران باعتداء قوات الاحتلال عليهم في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحة المحتلة. من جانب ثاني، اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، وحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن مستوطنين تجمعوا قرب حاجز بيت إيل بحماية من جيش الاحتلال وهاجموا عددا من مركبات الفلسطينيين، ما أسفر عن تحطم زجاج عدد منها. وأوضحوا أن أهالي قرية بيتين تجمعوا عند مدخل القرية للتصدي لهجوم المستوطنين على منازل القرية، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرقهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. حذر قرابة 800 عنصر من قدامى جهاز الشباك لدى الاحتلال من أن الاستمرار في التشريعات القضائية يشكل خطرا حقيقيا على أمن الكيان. بالمقابل، رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دعوات رفض الخدمة بالجيش ردا على مشاريع التعديلات القضائية، قائلا إنه لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة. هذا وتعالت في الأسابيع الماضية تهديدات ورفض الخدمة العسكرية، متهمين نتنياهو بقيادة الكيان إلى كارثة. اشتدت المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم ومدينة كاس جنوب أقليم دارفور، فيما سمع دوي انفجارات متتالية في جنوبي أمدرمان. هذا وبينما اتهم الجيش قوات الدعم السريع باستهداف مستشفى علياء التخصصي في أمدرمان بالمدفعية، شهدت مدينة كاس اشتباكات محتدمة مع إعلان الدعم السريع على أحد الألوية العسكرية والاستيلاء على أسلحة بينها عربات ومدافع. هذا ووفق أحدث إحصاءات الأمم المتحدة فإن الصراع تسبب بتشريد 3 ملايين شخص، بينهم نحو 700 ألف عبروا الحدود إلى دول مجاورة. وفي سياق الوساطات، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة في السودان. أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها صدت 15 هجوما للجيش الأوكراني على محوري دونيتسك وكرازني ليمان، وقضت على قرابة 700 جندي، فيما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة للعدو في لوغاسك ودونيتسك وزابوروجيا. كذلك تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 19 مسيرة. 13 هجوما على محور دونيتسك وتصفية ما يصل إلى 320 جنديا أوكرانيا، وعلى محور كراسني ليمان تم صد هجومين وتحييد مجموعتي تخريب مع مقتل ما مجموعه نحو 60 جنديا للعدو، بينما شملت محاور جنوب دونيتسك وزابروجي تصفية 240 جنديا. بالمقابل، قتل 35 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و40 آخرون على محور خيرسون. أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان، ما أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر ومقتل رجل وامرأة.
من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الهجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف. تحركت 5 سفن تابعة للبحرية الصينية من ميناء تشينغداو متجهة إلى روسيا لإجراء مناورات الشمال التفاعل 2023 المشتركة مع موسكو، والتي ستقام في بحر اليابان بهدف الحفاظ على أمن القنوات البحرية الاستراتيجية وتعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية. بحر اليابان تحديداً الجزء الأوسط تترقب مياهه وسماؤه استعراضاً لأهم وأشرس الأسلحة الروسية الصينية، مناورات تتعدى رسائلها أجواء شرق آسيا مقلقة من يرى في البلدين المناورين حلفاً يتوجب التصدي له، في زمن تحولت فيه الحروب إلى مختبر لتقييم القدرات، وفي حين بات السلاح بنوعه وحداثته معياراً تسابق القوى العظمى الزمن لاقتناص فرص ترسم بها معادلة ردع الخصوم. تدريب الشمال التفاعل 2023 في بحر اليابان يقول كلا الجانبين الروسي والصيني إن هدفه الحفاظ على أمن القنوات البحرية الاستراتيجية وتعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجي بين القوات، إضافة للاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة. 5 سفن تابعة لجيش التحرير الصيني تنطلق للمشاركة في المناورات. بحسب صحيفة جيهفانغ جونباو، انطلقت السفن من ميناء تشينغداو شرقي الصين. تتكون السفن بحسب الصحيفة من مدمرتي كيكهار وغويانغ المزودتين بصواريخ موجهة، وسفينتي الدوريات الصاروخية ساوتشوانغ وريتشاو، وسفينة الإمداد يايهو التي تحمل 4 مروحيات، بينما سيرسل الجانب الروسي قوات بحرية وجوية عالية المستوى. مناورات تأتي وفق خطة تعاون سنوية بين الجيشين الصيني والروسي، غير أن دلالاتها تزيد منسوب التوتر مع أنباء عن خطط خصوم البلدين للتصدي العسكري لهما في ملفي أوكرانيا وتايوان. الجيش الأمريكي لا يخفي قلقه مما سماه العسكرة التي تحدث في شمال شرق آسيا، ليفيد قادته أنهم يراقبون التدريبات الصينية الروسية بتركيز عال، ويعملون منذ أكثر من عام على خطة للدفاع عن تايوان في حال حصول هجوم صيني، ولكن دون مشاركة يابانية. وننتقل إلى أخبار الاقتصاد. أهلا بكم مشاهدينا إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد لهذا المساء، وبدايتها بالعناوين. منح إجازة استثمار لمشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية بتكلفة تقديرية تتجاوز 81 مليار ليرة. روسيا تعلن إيقاف صفقة الحبوب وتضع احتمالية تمديدها في حال تنفيذ الجزء الروسي منها. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت هيئة الاستثمار عن منح إجازة استثمار لمشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بعدرا بتكلفة تقديرية تتجاوز 81 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف لوح سنويا. وبيّن مدير الهيئة مديان دياب أن منح الإجازة للمشروع يأتي في ظل التشجيع لإقامة مشاريع توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة، ويهدف المشروع إلى إنتاج ألواح شمسية عالية الجودة وبأسعار مناسبة تلبي الطلب المتزايد عليها محليا وتخفض الكميات المستوردة منها، مضيفا أنه من المتوقع أن يؤمن المشروع 53 فرصة عمل جديدة. قال المدير العام للمصرف الصناعي وجيه بيطار
إن المصرف وقع مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض اتفاقية تضمن استفادته من خدمات الضمان المقدمة من قبلها، ولا سيما في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدخل بشكل رئيسي ضمن الغايات التي يشملها المصرف الصناعي في عمله، مضيفا أن المصرف يلتزم بموجب الاتفاقية بجملة من الأمور، منها التأكد من أن المشروع المطلوب تمويله مشمول بأحد برامج أو منتجات الضمان المعتمدة لدى المؤسسة، فيما تحتسب عمولة الضمان على أساس مبلغ الضمان من تاريخ تنفيذ القرض حتى نهاية عام التنفيذ. وأما بالنسبة لشروط الضمان فإن نسبة الضمان لا تتجاوز 75% من رصيد أصل القرض المضمون في أي وقت وفي كافة الأوضاع. حملت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات العقوبات الظالمة المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى صعوبة الشحن أحياناً وارتفاع التكاليف، مسؤولية إعاقة تدفق المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية بما يتناسب مع الميزات الجاذبة التي يحظى بها المنتج السوري في الخارج. وأكد ثائر فياض المدير العام للهيئة أن ثمة اهتمام كبير بدعم الصادرات، مشيرا إلى أن هناك برامج مدروسة لدعم الإنتاج والتصدير تدار وفق لائحة أولويات تتعلق بالنظرة الاستراتيجية للحكومة في إنعاش قطاع الصادرات. فتقديم الدعم من الهيئة يأتي حسب حاجة المواد المصدرة والفائض منها ووفق الإمكانيات المتاحة، بما يضمن لهذه البضائع المنافسة بالأسواق الخارجية. بيّن المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية المهندس سمير الأسد أن الثروات الباطنية في سوريا متنوعة وعددها 21 خاما وفلزا تم إعداد الدراسات اللازمة لها وطرح 11 مشروعا استثماريا بعائد سنويا يفوق 300 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن المشروعات المطروحة في هيئة الاستثمار مؤهلة لتبوؤ موقع الصدارة في مجال صناعات الخامات أو خامات الثروة المعدنية وتحقيق القيمة المضافة، مشيرا إلى وجود خامات متنوعة تسمح بإقامة صناعات لكونها الأجدى اقتصاديا. أهلا بكم من جديد. عالميا انتهى سريا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، فيما تستمر الاتصالات الدولية للحصول على موافقة روسيا لتمديده. وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتفاق انتهى عمليا وإن موسكو مستعدة للعودة إليه فورا عندما تلبى شروطها. في الواقع لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول، وكما قال الرئيس الروسي سابقا فإن الموعد النهائي هو 17 من تموز. لسوء الحظ لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود حتى الآن، لذلك صفقة الحبوب انتهت، وحالما تتحقق الالتزامات المتعلقة بالجانب الروسي سنعود إلى تنفيذ هذه الاتفاقيات على الفور. وبعد إعلان روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق، قفزت العقود الأجلة للقمح في الأسواق العالمية، وارتفعت العقود الأجلة له لشهر أيلول سبتمبر المقبل بنسبة 3.82% إلى 683 دولار للبوشل. كذلك صعدت أسعار غلات زراعية أخرى ومنها الذرة وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ. وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن روسيا أبلغت كل من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد صفقة الحبوب. وقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية للإسهام في النمو الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتزامن مع توقيع بريطانيا التي خرجت من الاتحاد على انضمامها إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ. شراكات استراتيجية تطرحها الاصطفافات الجديدة في العالم لتشكل معالم الاقتصاد الدولي القادم المتوجه إلى إلغاء هيمنة القطب الواحد، فربما نال موقف الرئيس التونسي قيس سعيد الرافض لإملاءات صندوق النقد الدولي إعجاب بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وهولندا،
الأمر الذي دفعها لتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية تخص الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس ومكافحة مهربي البشر بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين. الاتحاد يعتبر أكبر مستثمر وشريك تجاري لتونس، مستعدون لحشد المزيد من الاستثمار، ونعتزم إطلاق منتدى اقتصادي استثماري لجذب المستثمرين مع تونس. تونس تعتبر نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية التي تعتبر بوابة للاتحاد الأوروبي الذي تخلى عنه لاعب أساسي متجهاً إلى مياه المحيط الهادئ. منذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة، سعت المملكة المتحدة إلى أبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية، آخرها في نيوزيلندا بانضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، والتي تعادل بريكسيت في ميزان القياس التجاري من وجهة نظر محللين. يبدو أن بريطانيا تنبهت للمزاج الأوروبي بكسر الهيمنة، فتوجهت نحو آسيا والمحيط الهادئ لتكون ثانية أكبر اقتصاد في التكتل الجديد بعد اليابان، ما سيرفع القيمة المالية لهذا التكتل لتصل إلى 11 تريليون جنيه استرليني، ما يسمح لها بالوصول إلى هذه الأسواق مبتعدة بذلك عن السوق الأمريكية في ظل إدارتها الحالية. ليبقى الإعجاب الغربي بتصريحات سعيد موضع شك في انتظار مصير السوق التونسية بحلتها الجديدة التي كان أول محفز لها الهجرة غير الشرعية إلى بوابة الاتحاد الأوروبي. بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد لهذا المساء، شكرا للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة الرئيسية. عقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مؤتمرا صحفيا في ختام الورشات الحوارية التشاورية التي أطلقتها الوزارة بعنوان شمل بمختلف المحافظات السورية بمشاركة المجتمع الأهلي، بهدف إعادة تنظيم القطاع الأهلي وتقييمه ومشاركته في القرارات التي تمس عملهم ضمن النهج التشاركي للوزارة بعملها مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. أهم المخرجات اللي طلعت معنا البارحة واليوم في أربع محافظات، دمشق، في مشرق، القنيطرة، اللاذقية، كان تفعيل دور المطلب، كان حقيقة مشترك من الجميع. نحن عم تصلنا لأن أوراق العمل هو تفعيل المبادرات المحلية الجماعية للاستجابة بناء على مسح احتياج حقيقي على الأرض. هلا كاستجابة فورية من الوزارة تم هذا الكلام من خلال السادة مدراء الشؤون في كل من الحسكة، حماة، ودمشق مشكورين. بالحسكة تم إطلاق مبادرة تأمين مياه الشرب لأهلنا موخفي عن الجميع، التعطيش، سياسة التعطيش اللي عم يتم اتباعها مواطنينا بالحسكة، فكانت في مبادرة والحقيقة بلشت تكسر جزئيا وضمن الإمكانات المتاحة، كانت أغلب الجمعيات الفاعلة في تلك المنطقة ساهمت فيها. بحماة تم إطلاق مبادرة لإنارة أغلب شوارع حماة بالطاقة الشمسية والطاقة البديلة، كمان بجهد جماعي من الجميع. بدمشق للأسف الشديد كلياتنا تابعنا حادثة الحريق في شارع الثورة وسوق ساروجة والعقيبة. الحمد لله ما في أضرار بشرية، ما في إصابات، ما في جرحى، ما في شهداء، الأضرار مادية. هلأ هو هذا مطلب مثل ما قال سيد وزير، هو مطلب هذا من زمان عم يطالب فيه جمعيات، عم يطالب فيه المتطوعين، المجتمع الأهلي بشكل عام عم يطالب أنه نحن لازم يكون في حوار لحتى تطلع المخرجات بتفيد القطاع. وهذا النهج اللي بلشت فيه الوزارة من فترة هو عبارة عن تشاركي. السيد الوزير عمل فرق تشاركية بالوزارة لتبسيط إجراءات، لوضع نظام للتطوع، لدراسة النظم المالية. فحبت الوزارة أنه هن من خلال هذا الشيء أنه يجمع، يعملوا جمع أكبر من اللي هن كانوا باللجان،
اختار، كان في اختيار لبعض الناس الفاعلين باللجان، فلقوا انه احنا اذا وسعنا الحلقه وساوينا حوار على مستوى القطر بكافه المحافظات رح يكون المخرج اكثر دقه. يحصل التواء الكاحل الذي يربط الساقين بالقدمين لاسباب عده، وهو يعد من احد الاصابات في المفاصل الشائعه، فما ابرز المعلومات حول هذه الحاله؟ يمثل التواء الكاحل إصابة تحدث عندما تقوم بلف أوثني أو إدارة كاحلك بطريقة غير مناسبة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث شد أو تمزق في الأشرطة القوية للنسيج التي تساعد على ربط عظام الكاحل مع بعضها. التواء الكاحل هو أمر شائع أثناء ممارسة الرياضات المختلفة، فعند إجبار الأربطة على الخروج عن نطاقها الطبيعي للحركة أو حتى عند تعرض الكاحل لأي نوع آخر من الإصابات، فإن هذا سيتسبب حتما في نشأة الالتهاب وبدء بعض السوائل بالخروج من الأوعية الدموية والتجمع في الأنسجة الرقيقة المحيطة بالمفصل، ليتحول مع مرور الوقت لالتهاب مزمن. يعتمد علاج التواء الكاحل على مستوى شدة الإصابة، وعادة يتم تشخيص الإصابة عبر القيام بإجراء فحص بدني عن كثب للأربطة ومنطقة التواء الكاحل، ومحاولة معرفة مدى قدرة المصاب على تحريك كاحله لمعرفة حدة الإصابة. كما قد يطلب من المصاب القيام بإجراء مجموعة من الصور الطبية مثل الأشعة السينية أو المقطعية، وفقط في حالات نادرة قد يستدعي الأمر إجراء جراحة، إما عبر عملية المنظار أو بعملية جراحية كاملة يتم من خلالها ترميم المفصل بالكامل. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من بداية أيلول القادم. قتال محتدم في الخرطوم وجنوب دارفور، الدعم السريع تستهدف مستشفى علياء التخصصي في أمدرمان بالمدفعية. وإلى بحر اليابان، 5 سفن عسكرية صينية تتوجه للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا. إلى اللقاء.